تفضل حجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قامت كتائب نور الدين زكي صباح هذا اليوم بعملية نوعية بالهجوم على كتيبة الهندسة الواقعة في منطقة خان العسل، وتم أسر 15 جندي وقتل أكثر من 50، واغتنام دبابة 72، واغتنام مصفح BMP، واغتنام أكثر من 50 بارودة ورشاش ورشاشات الأخرى كمان متفرقة، والحمد لله رب العالمين.